معانا الأستاذة عزة من القاهرة. ازاي حضرتك يا دكتور يا شيخ؟ نعمة وفضل الحمد لله. الحمد لله. بقول لك يا شيخ، انا عندي سؤال. اتفضلي. انا متجوزة، كنت في بتالة لي 5 سنين. طيب. فحاليا انا حماتي من اول سنة ابتدت مشاكل، بقى ان هي مشاكل بتشتمني بألفاظ مش كويسة عليا وعلى اهلي. عندما كنت بقول لزوجي كان بتحلف على المصحف ان هي ما عملتش معايا اي حاجة، وكانت عايزاني دايما ان انا اخدم اخوات جوزي وكده. فجيت انا رفضت الحاجه دي، انا تعبت. انت فلما قصدك عزل تخدم اخوات جوزك الرجاله ولا الستات؟ الرجاله والستات، اذا فانت عايزه تعيشي معاهم كواحده منهم معززه ان مكرمه، احنا كلنا وعندك بايد كرامتك، واحده. مش جايه عشان تخدميهم. طيب راحت هي بسبب ده عزلت منها، قعدت سنه عازله لوحدي. عازله لوحدك في نفس العماره؟ في نفس البيت، هو بيت عيلة بس ليا شقتي فوق ماشي، لوحدي. في نفس البيت، فعزلتي نفسك عنها لمدة سنة، وبعد سنة. كده خدتي شقة بره بقى البيت، بره البيت. وبعد كده راحت هي طردتني عشان تجوز ابنها التاني، طردتني من البيت. ليه؟ قلت ما هو طالما كده مش ما هتقعد طردكيش، معانا وتودينا وكده. ما ده مرادك يعني، ده انت كنت عايزة كده. لا، انا كنت طالبة ان انا اقعد في شقتي فوق لوحدي، ان انا كويس، مش انت اتكلم عايزة عليها تبعدي واحنا كده بس مش انت بنتعامل. عايزة تبعدي عن الصداع ده كله، بعدتي خرجتي بره البيت خالص. فخرجت بره وطلعت قعدت في مصر لوحدي. طيب دلوقتي هي بتلف علينا ان ارجع لها تاني البيت. انا رفضت حاجه زي كده في جوزي. لا، انا فضلت في مكان طب واحنا هي كويس. عايزك ترجع البيت ليه؟ عندك اولاد صغيرين احفاد، وهي عايزة تشوف احفادها؟ لا، انا لسه لحد دلوقتي ما فيش خلفه، يعني انا امال حتى هي لما عايزاكي بتكلم ترجعي البيت معاها. ليه؟ ما هو اكيد قالت لك هي عايزه، السبب اللي انت عايزاكي ترجعي في البيت ليه؟ لا، هي لما انا بكلمها ولا بنتخانق مع بعض كان بيقول لا انا هروح اعمل لك سحر وهطلعك من البيت دايما، فانا خفت منها. طيب فطلعت عامه بره، انت فحاليا دلوقتي بتساليني بتعمل كده. انت بتساليني تعملي ايه؟ هقول لك تعملي ايه. اول حاجه يا استاذه عزه، بس عشان تبقى ايه، عشان بس تبقى المسائل واضحه عندك استاذه عزه، اقرب طريق لقلب جوزك هو اهله. يعني ما تفتكريش ان انت لو عملت كده مع اهله هو هيكون مبسوط، اكيد ده مأثر على علاقته بيكي، وباين في نبرة صوتك، اكيد هو مش مرتاح معاكي عشان علاقتك الغير ايجابية او غير مناسبة بينك وبين امه، اكيد هو مش مرتاح. طب انت بتقولي ان هي عايزاكي تعملي وتعملي وتعملي، عندك فرصة، عندك فرصة ان انت تقعدي معاها وتكلميها كلام العقلاء، تقولي لها حماتي انا بحبك وعايز وعايزين نعيش مع بعض، كل واحد فينا يحافظ على كرامة التاني. انا ما بحبش فكرة ان انا اعيش كده في عدم النظام وفي نوع من انواع العشوائية، انا هاجي اقعد معاكم وعشان ابنك ما يبعدش عنك، وانا كمان ما ابعدش عنك عشان كمان احفادك ان شاء الله بعد كده ما يبعدوش عنك، بس ممكن لو سمحتي بلاش الالفاظ اللي مش مناسبة، وفي نفس الوقت احنا نتعامل مع بعض وانا هخليكي زي امي بالظبط، ومفيش ام بتخلي بنتها تتوجع، انا مش عايزه توجع منك، انا عايز يبقى علاقتنا مع بعض احسن. طب انا مدفوع لكده بايه؟ بقوله صلى الله عليه وسلم، فخيرهم الذي يبدا بالسلام. كوني انت سالمه القلب منها ليه؟ طيب وتقولي لي طب وانا عليا بايه ده كله؟ طب ما انا خرجت ونجيت. انت ما نجيتيش ولا حاجه، انت العرض اللي هي عرضاه على حضرتك ده العرض ده، لو انك انت ما استثمرتهوش هتتحول حياتكم الى مشقه والى عنت، وهيجي زوجك، وخاصه لو انتوا من اهلنا وناسنا اللي هم بيعيشوا خارج المحافظات وبيعيشوا في ريف، هم عندهم ده بيأثر في قلوب الاولاد جدا، ان واحد بعدته عن امه فيتأثر جدا جدا. يبقى الاحسان ان انت تعملي ايه، والعشره بالمعروف ان ايه، ان انت تحسني اليه، تحسني اليه في مين؟ في امه. فانت لو عملتي ده هيكون شيء كويس جدا جدا، وهيكون ده احسن ليكي، وهيكون ده كمان مفتاح من مفاتيح قلب زوجك، وان شاء الله سبحانه وتعالى يكتب لكم الخير والسعاده والهنا، ودوت مش اثقال عليكي، بل ده هينزل هموم كتيره من على كتفك، وهيفتح لك باب من ابواب الرحمه والود مع حماتك اللي هي في الحقيقه قلبها هيوصل على قلب جوزك ان شاء الله.